بتسرقي يا لالا؟ بتسرقي؟ بنت العميد نور عز الدين بتسرق؟ ماما ماما مامة ايه ونيلة ايه؟ مش مكسوفة من نفسك لو حد عرف يقول علينا ايه؟ مش عشان انا في 60 ده، عشان خاطر دول اخواتك البنات، الناس تقول علينا ايه؟ عندنا بنت حرامية؟ انا قصرت في حاجة؟ انا حرمتك من حاجة؟ انا حرمة نفسي من كل حاجة عشانكم. انا سبت الدنيا كلها ومصبرة نفسي واقول لا لا لا، حياتك ما ضاعتش هدر يا نور. بناتك بيكبروا قدامك وتشوفيهم، بتشوفيهم كويسين قوي. مصدرة نفسي للدنيا بدون قميص واقي، تدخلي انت فيا بحزام ناسف؟ يا بنتي ده انا محامية عليكم كده وحضناكم، ده انا عمود البيت ده. يعني انا اقع؟ طب ما انا اما اقع انتوا كلكم هتقعوا. خسارة يا بنتي، خسارة خسارة يا بنتي، تعملي فينا كده؟ خسارة خسارة يا أمانة، تعملي فيا كده؟ يا ماما، أنا كنت فاكرة اتعالجت وأنا صغيرة ما أعرفش أنا لسه عيانة. وديني اتعالج تاني ومش عامل كده تاني. وديني والله العظيم، قولي لها مش عامل كده تاني. اتعالج مش هسرق. أنا عارفة تتعالج. مفيش خروج ولا دخول، رجلك على رجلي ومش عايزه كلام. شرف تعالي تعالي تعالي، قولي لها معلش يا ماما، معلش يا ماما، والله العظيم انا بحبك. ما تزعليش من لا مش تسرق تاني. مش هتزعل منك. ايه ده؟ هي مشيت؟ هاتيها صالحها. يا ماما بحبك يا انت عارفه. والله انا اسفه. فاصل شحن. جايز يا حبيبتي جايز، ولا بقى يمكن يكون مش عايز يشوفنا. ايه ده شهيره؟ شهيره اتجننتي ازاي تقولي كلمه زي دي؟ انت عارفه عموره بيحبك وبيموت فيك. انت عارفه لما عرف ان انا جايه اشوفك انهار من الفرح، دموع اول ما عرف ان انا جايه اشوفك، وخصوصا كمان لما عرف انك انت جايبه معاكي كندهار. ما هي نار يا حبيبتي، ما هي نار. بغض النظر، مشيها لواحظ. من كتر يا حبيبتي ما هو مشتاق لنا ونفسه يشوفنا، جه يجري على طول. ما يلا بينا يا مهنار. يلا يا ماما. اخس عليكم، انتوا هتسيبوني لوحدي ولا ايه؟ معلش يا حبيبتي، لازم انام بدري عشان بكره عندي انترفيو. ايه ده، انت هتشتغلي؟ ان شاء الله. احسن برضو، احسن من الجواز. باي باي يا انتصار. باي باي يا روحي، مع الف سلامه. باي. يلا حبيبتي. كده برضو يا عموره، كده برضو تحرجني، كده برضو تبوظ الجوازه. بس هي كده كده كانت هتبوظ. لو كان شاف الكعب الاحمر ده، بايظه. عداله. عمرو ازيك؟ الحمد لله تمام. انت خارجه من الشغل بدري ليه؟ لا مفيش، اصل انا عندي اوردر بره. انت ايه اللي موقفك هنا؟ واقف مستنيك. مستنيني انا؟ ليه؟ عدالة انا بحبك ونفسي ان انت تكوني شريكة حياتي. انت بتقول ايه؟ بحبك. بص يا عمرو، انا دايما بحب اكون صريحة وواضحة في حياتي. انا ما اقدرش انكر ان انا انجذبت لك اول يوم شفتك فيه، واظن انت عارف كده. بس برضو الحب والمشاعر مش كل حاجة، احنا محتاجين نقرب من بعض اكتر. وبعدين بقى انا عايزاك تعرف ان انت مقبل على حرب،
لو انت ناوي تتجوزني بجد يعني. مقبل على الحرب ليه وانا هتجوز فان دام؟ والله يا عمرو انت مش متخيل، ماما في مساله الجواز دي صعبه قوي، دي لسه رافضه عريس لاختي شرف الكبيره علشان قال ايه سقط في كشف الهيئه وهو مقدم حربيه. لا الاوفر ده ما تهزريش بقى يا عداله. ماشي اوكي، بكره تشوف هتعمل تحريات عنك وعن اهلك وعن والدك وعن والدتك. لا لا تعمل اللي هي عايزاه عادي طبعا. انا والدي زي ما انت عارفه يبقى امجد الحر، رجل اعمال وسمعته زي الفل والناس طبعا كلها بتحلف بشرفه. والدتي بقى يا ستي تبقى الاعلاميه المعروفه انتصار عبد الحق. ربنا يخليهم لك. ميرسي. انت بتقول مين؟ يا نهار اسود. ماما المهزله اللي سمعتها دي. مهزله ايه؟ انا مش هتكلم، انت اللي هتنطقي وتقولي ايه اللي حصل. جيتي هنا ازاي؟ جيتي بيتك ازاي؟ جيت يا ماما. انطقي. ما انا ما قدرتش اكسفه. اللي هو مين؟ اللي هو عمر اللي وصلك قبل كده. ايوه. ما هو اللوم مش عليكي، اللوم عليا انا. سمحتلك تسافري شرم الشيخ وترجعي مع شاب غريب وبدفع الثمن تاني وتركبي معاه تاني. اختك فين؟ اختي نايمه في الاوضه. مش قصدي شرف، التانيه الصغيره. لا يا ماما روحي لوحدك. سامحيني يا ماما والله خلاص. انا ايدي وجعتني، ايدي وجعتني. انا اسفه خلاص اخر مره. لا لا جسمك نحس. يلا يلا. امسكوا يا بنات. بنات معلش. امسكي يا امانة. بصي بقى يا امانة، انت مش هينفع تفضلي محبوسة كده. مش هينفع تفضلي مسلوبة الارادة، يعني لازم تشوفي لك حل. انت لازم يا امانة تروحي لدكتور النفساني. عندك حق يا شرف، ده رأيي انا كمان بصراحة. هو انا عارفه هخرج من هنا امتى وازاي. سيبي الموضوع ده عليا. وبعدين هروح لمين؟ اروح لمين؟ اروح لمين ايه يا امان؟ هو احنا بنغني هنا ام كلثوم قدامي؟ قصدك ايه يعني يا شرف؟ عايزيني اروح لدكتور نفساني؟ وده اجيبه منين؟ يو يا ستي هنسال واحنا هنغلب. اسمعوا يا بنات، انتوا فاكرين بيتنا القديم اللي في المنيل؟ ايوه طبعا فاكرينه. هو احنا نقدر ننساه؟ فاكرين الدكتورة سميحة الزخاري اللي كانت معانا في العمارة؟ تقصدي الدكتورة النفسية اللي كانت ساكنة معانا؟ والله عندك حق يا شرف، على فكرة بقى أمانة دي الوحيدة اللي تقدر تعالجك وفي السر كمان، وممكن نطلب منها إن هي ما تقولش لماما حاجة خالص. وتفتكروا إنها ممكن توافق إنها ما تقولش لماما ويبقى الموضوع في السر؟ سيبيها على الله. طيب أنا كان في موضوع كده عايزه احكي لكم عليه. موضوع؟ موضوع ايه؟ اما تكون يا بنت بتمشي وانت نايمه ولا عايزه تروح لدكتور نفساني انت كمان؟ بس بس انا بتكلم بجد. انا عندي مشكله يا جماعه. مشكله؟ مشكله ايه؟ ما تنطقي. اوعي تكوني عملت زي هنادي يا امال. بس يا بنت بلاش قله ادب. انا جاي لي عريس. بجد؟ ألف ألف مبروك يا عدالة. تستني عرفي مين الأول. عريس مين؟ هيكون مين يعني؟ جيمس بوند؟ يا ريت. أمال مين؟ يا ريت. يبقى ابن انتصار عبد الحق.